أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا ربه يا سيده يا سيده يا سيده يا هو يا هو يا هو يا غياث عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي وروحانية هذه الآيات الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني إلى الحق وإلى الطريق المستقيم حتى استريح من اللوم لا إله إلا أنت أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآيات الشريفة والدعوة المنيفة أن يكونوا عونا لي على قضاء هوائجي. هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه وسع كرسيه السماوات والأرض. سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. قل لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وعينني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العزمة والكبرياء، وبحق هذه الآيات العظيمة، وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا ربه يا سيده يا سيده يا سيده يا هو يا هو يا هو يا غياث عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني إلى الحق وإلى الطريق المستقيم حتى استريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآيات الشريفة والدعوة المنيفة أن يكونوا عونا لي على قضاء هواي. هيلا 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 جولا 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 ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. سخر لي عبدك الملك كالدياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين. قل لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخذ خدامك وعينني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العزمة والكبرياء وبحق هذه الآيات العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا سيده يا سيده يا سيده يا هو يا هو يا هو يا غياث عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي وروحانية هذه الآيات الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني إلى الحق وإلى الطريق المستقيم حتى استريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآيات الشريفة والدعوة المنيفة أن يكونوا عونا لي على قضاء هوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كالدياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين قل لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كالدياس أن تجيبني أنت وخذ قدامك وعينني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العزمة والكبرياء وبحق هذه الآيات العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا رباه يا سيده يا سيده يا سيده يا هو يا هو يا هو يا ضياث عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي وروحانية هذه الآيات الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني إلى الحق وإلى الطريق المستقيم حتى استريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مدمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآيات الشريفة والدعوة المنيفة أن يكونوا عونا لي على قضاء هواي. هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. سخر لي عبدك الملك كالدياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين. قل لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كالدياس أن تجيبني أنت وخدامك وعينني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العزمة والكبرياء وبحق هذه الآيات العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا سيده يا سيده يا سيده يا هو يا هو يا هو يا غياث عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي وروحانية هذه الآيات الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني إلى الحق وإلى الطريق المستقيم حتى استريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآيات الشريفة والدعوة المنيفة أن يكونوا عونا لي على قضاء هوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كردياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين قل لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخذ قدامك وعينني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العزمة والكبرياء وبحق هذه الآيات العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا ربه يا سيده يا سيده يا سيده يا هو يا هو يا هو يا غياث عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي وروحانية هذه الآيات الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني إلى الحق وإلى الطريق المستقيم حتى استريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآيات الشريفة والدعوة المنيفة أن يكونوا عونا لي على قضاء هوائجي. هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. سخر لي عبدك الملك كالدياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، قل لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كنديا سأن تجيبني أنت وخدامك وعينني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العزمة والكبرياء، وبحق هذه الآيات العظيمة، وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا يا سيده يا سيده يا سيده يا هو يا هو يا هو يا غياث عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني إلى الحق وإلى الطريق المستقيم حتى استريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي. وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآيات الشريفة والدعوة المنيفة أن يكونوا عونا لي على قضاء هوائجي. هيلا 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 جولا 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 ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. سخر لي عبدك الملك كالدياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين قل لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندي أن تجيبني أنت وخذ خدامك وعينني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العزمة والكبرياء وبحق هذه الآيات العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم. Click the link now to subscribe.